شريكة الرجل هي المرأة، فهذه السيدة أم اتفاق تعمل مع زوجها في إعداد وصناعة السمبوسة وبيعها، ويعد ما يجنونه من هذا العمل مصدر دخلهم الوحيد الذي يواجهون به متطلبات الحياة وغلاء المعيشة. أنا وزوجي نساعد بعض، طبعاً الذي يقوم بهذا الشغل كامل زوجي، الله يعطي له الصحة والعافية، وطبعاً الحالة المادية يعني مش موظفين يعني بأي دوائر من الدوائر، لا بالخاص ولا بالحكومي ولا مرفق عسكري كمان، وعندي أولاد ونتعب نعمل الشغل هذا عشان لقمة العيش. يضم هذا الاحتفال أكثر من 35 امرأة عاملة في المشاريع الصغيرة، حيث مثلت هذه المساحة لهن سوقا لعرض منتوجاتهن وإعلان مشاريعهن الصغيرة للمجتمع، ليقول بذلك أن المرأة العدنية موجودة وتنافس بقوة في سوق العمل. قدمنا احنا المنتجات لأنه احنا عندنا مركز لتعليم الخياطة والصوف، وعند احنا دي المنتجات يعني نعمله، غير انه يعني طالبات برضو عملوا في كفيفات يعملوا حاجات دي المنتجات، من يعني بغير انه يعني منتجات صوف انها منتجات محليه. ملأت اصداء الاحتفال بمناسبه عيد المراه المدينه باكملها، فهذه ايضا مديريه التواهي تستقبل عددا كبيرا من المواطنين لاحياء حفل المراه في منتزه نشوان كاول مره، حيث تنوعت فقرات الحفل بين غناء ومسرح ومسابقات جمعت الحاضرين ورسمت السعاده على وجوههم. اول مره بحياتي طبعا احضر حفل في نشوان او في اماكن منتزهات، يعني كحفل في يوم المراه العالميه. ككل عام تثبت المرأة العدنية هنا أنها قادرة على وضع لمستها وإثبات وجودها، وهي تحظى بمجتمع يؤمن بإمكانياتها ويحترم حريتها ليمنحها موقعا مرموقا وسط المجتمع.